كيف أذاكر ولا أنسى؟ تريد أن تذاكر ولا تنسى، وتريد أن تجعل المعلومات التي تعبت في فهمها وحفظها لا تطير من رأسك. عليك أن تبتعد عن مشاهدة الأشياء التافهة خلال العام الدراسي كله، لأن مشاهدة الأشياء التافهة في التلفاز والموبايل يأخذ جزءاً كبيراً من ذاكرة عفلك، فلا يصبح فيها مكان كافي لتخزين المعلومات. عليك أن تحل الكثير من الأسئلة حتى يخزن عقلك أكبر قدر من المعلومات. وأخيراً عليك بالدعاء إلى الله أن يبارك في عملك ويوفقك.